مساء الخير لكل المشاهدين اللي عم ترافقوا معنا بهالحلقة سهرة عمر. نحن وياكم مثل كل أسبوع موعدنا مع نجوم، دائما ننطر أخبارهم وإطلالاتهم من خلال سهرتنا. ليلى نجمنا استثنائي بالكوميديا اللبنانية، لما يطل الابتسامة بترتسم على وجهنا، لما يطل بالذكاء يلي بيتمتع فيه، وخاصة أنه دائما متجدد، ولا مرة بيكرر حاله، دائما بيبحث عن شيء جديد لحتى يقدمه، وخاصة مؤخرا كمان بالكوميدي نايت يلي انطبعت سيزن ورا سيزن، هو بيبقى البطل الوحيد يلي قادر يجمع حواليه بالنص بالإخراج بالكتابة مع الممثلين كمان، لحتى يكون بعمل عم بيكون فيه مراية للمجتمع من خلال تسليط الضوء على أشياء ومواضيع هالقد هادفة بمجتمعنا، نهفات وغمزات إن كان بعالم السياسة، المجتمع، المرأة وغيرها. اليوم معه وعنه حلقتنا كلها نحكي عن سيزن جديدة كوميدي نايت سيزن زيرو يلي كلنا ناطرين نشوف جديد من خلاله، هو يلي دائما متجدد من أول إطلالاته على شاشة، قدر يأثر، قدر يطبع، وقدر يعمل ايدنتيتي ما بتشبه حدا تاني. ليلى ضيفه بالاستوديو، نجم بالكوميدي بلبنان، مش بس بلبنان، بيحملنا معه للعالم كله، نجم الكوميدي ماريو باسيل. صار ماريو شو اخبارك؟ تمام. مش جاي لحالك اليوم، جاي انت والمدام. خجلت انا والمدام. تفضل. فينا نعيش بلا النسوان؟ ابدا ابدا ابدا. اهلا وسهلا فيك. ثانك يو على المقدمة الحلوة. يعني هذا هيك تختصر بطريقة كثير صغيرة، مش عملتنا ذكي، بس هو الأعور بين العميان ملاك بلبنان. لا بالعكس، هذه النكتة الذكية يلي قليل بيتمتعوا فيها، ومش أنا يلي بقول هذا شيء، هذا رأي العالم كمان، كل الناس يلي بتحضرك وبتابعك على تي في أو حتى بالمسرح. أهلا وسهلا فيك فاينلي. ثانك يو. ظبطت القعدة وسهرة عمر مع ماريو باسيل. لا من زمان كان لازم اجي بعرف، بس كنت ناطر بس تقلع المسرحيه تيكون لا يعني مشبوكه بشيء الانترفيو. اكيد اكيد. ونحن بتشرفنا اي ساعه مجيد ماريو، لما نحكي عنك، لما نحكي عن المان وذ نو ليميتس، بنكون عم نحكي عن ماريو باسيل من خلال الشغل يلي بقدمه بالكوميدي، من خلال هالايدنتيتي يلي بس نقول ماريو باسيل اتس تريد مارك، ما بيشبه حدا تاني. قديه بس هيك تطلع تعمل ريتروسبكتيف على كل شيء صرت مقدمه اليوم، على شغلك، على عملك، أداء أنت راضي؟ أنا ما بحياتي راضي. يمكن اللي عملتهم، القصص اللي عملتهم هن مهمين وكتار، بس هذا اللي بيميزنا عن الحيوان، أنه نحن دائما الإنسان بده يضله يجرب يتخطى حاله، يسبق حاله ويوصل لأفق جديدة. هذا اللي بجرب أعمله، وانا بيرفكشنست، فمنشان هيك بضلني انه مني راضي، فيني يكون احسن، فينا نعمل احسن، فيك تمثل احسن، يا فيك تمثل احسن، فينا نعمل نص احلى، فينا نعمل انتاج احسن. فانا دائما بصراع بهيدي الحاله، ويمكن هيدي البيرسيستنسي، هيدا التدفق، هالالحاح على الشيء بيخلي النتيجه تكون يمكن اذا بدك احسن واحسن واحسن. هالنتيجه اللي عم تحكي عنها ماريو، وخاصه بعالم الكوميدي، لانه كثير سهل انه نشتغل دراما، ننزل دموع، ناثر العالم، بس في خيط كثير رفيع بين النكته اللي فيها ضحكه والنكته يلي بتروح بالسخافه او يلي الناس ما بتتفاعل معه. اليوم اختيارك للمسرح بإطاره الكوميدي قد ايه تحدي مره عن مره، وقد ايه هيدي انك بيرفكسيونيست ومثالي، دائما بدك توصل للابوجي وللبرفكسيون بشغلك، بتاثر عليك يعني، ما انه شيء سهل. بتعرف قد ايه ببكي تطلع ضحك، يعني عن جد الواحد بتعذب تطلع نيو ايدياز، نيو كوميدي، نيو ويز.
شيء متعب، وبعمل كثير ريسيرش، بحضر كثير، بسقف حالي قد ما في، بسافر لبرا، بحضر شوز، بحضر تلفزيون اجنبي، بستوحي من هون من هون، بقعد مع الممثلين، بقعد مع مخرجين، مع كتاب، كل وقت عم فتش على اشياء جديده، على قصص. وخاصه العصر، يعني من زمان بلشنا ما كان عندك غير تلفزيون لبنان وال بي سي، بعدين كتروا كتروا، هلا صار عندك سوشيال ميديا، صفى كل العالم مفتوحه على كل شيء. يعني العصر عم يتطور بسرعه، وتتلحق العصر، يعني تتلحق تسقف حالك وتشوف شو عم بيصير وانت شو بدك تعمل، صراع يعني بدك تركض. منيح اني طويل واجري طوال تقدر اركض، بس شغله صعبه وممتعه بذات الوقت. يعني اكيد بمتابعتك ماريو، بمشاهدتك بهالثقافه يلي دائما بتحاول تطلع لها، ان كان بشغلك هون او حتى من برا، بتراقب كمان شو عم بيصير حواليك، لانه اليوم كمان صرنا بعالم، وخاصة مع السوشيال ميديا، كل واحد بزت نكتة أهله بالبيت بيضحكوا عليها، صار عنده، فيكون صار عنده تشانل، وصار عنده كمان أكسس، وكل واحد بيستحق فرصة، ولكن مش الكل عم بيكون عنده المقومات، خاصة انه الفولورز، انه هذا عنده مليون فولورز، بس اذا نزل على الطريق امه ما بتلحقه. ما بيكون حدا لاحقه. ماريو رح نحكي عن هذا الموضوع، ولكن بتراقب شو عم بيصير فيه على صعيد الكوميدي بلبنان؟ يعني البرامج اللي عم تطلع، الشانسونية، المحاولات اللي عم تطلع على المسرح، اللي عم يطلع. اكيد انه بجرب راقب، يعني قد ما فيي، صار عندك كثير كثير اشياء عم تنزت على الهواء وعلى السوشيال ميديا، على التلفزيون، اذا بدك تحضرهم كلهم كثير وقت. وهذا موضوع مسرحيتي، انه اذا بتحضر كثير اشياء ما فيها كثير ليفل، يعني وقتها انت بتغذي دماغك قصص هابطه، بصير كمان مستواك هابط. فبجرب احضر انا الشيء اللي بيستهويني، الشيء اللي بحبه هو اكثر الثقافه الاجنبيه اذا بدك، لانه عندهم انتاج، عندهم فايتين بالمهنه اكثر. نحن هون كل واحد ذكي على قياسه، بنجرب نعمل قصص، بتطلع بشوف، بس بستوحي اكثر من برا، من الثقافه الامريكانيه والاوروبيه. في كثير نسخ بلبنان، وخاصه بموضوع الكوميدي، يعني في كوبيينج؟ اي اكيد في كوبيينج كلنا هلا، بس الكوبيينج ما انه شيء عاطل، لانه هو كمان الفن انك تعرف شو تنقي من وين وشو وكيف وتحطهم بقالب جديد. يعني انا اكيد بستوحي من كثير اشياء اجنبيه، ما بعرف اذا بتعتبر كوبينج. هذا قال لي اياها استاذي بالجامعه بفرنسا، انه كمان لار دو شوازير، انه شو بدك تنقي تتحط وانت تطور وتزيد من عندك، كمان هذا فن. مهم ما الواحد يوقع بالقصص الهينه والمبتذله والرخيصه وانه ما يزيد شيء. يعني دائما انا بجرب ضيف، يعني باخذ بستوحي بفكره من هون، ضيف عليها بشغله وباثنين وبثلاثه، ونكته طلعت مع الاصحاب، وفكره طلعت لحالي انا وماشي بالطبيعه بفرية، او انا وعم بتسبح بالبحر. هذا اكثر شيء، يعني بيجيني وحي انا ويا بالجبل يا بالبحر يا بالليل يا على كاس يا عم بحك راسي يا بوعى بالليل بقعد بكتب انا هيدي فكره طلعت. يعني انا دماغي على طول على طول عم يشتغل، الموتور عم يشتغل. يعني اذا بدك تقرشهم، اذا بدك مثلا مسرحيه، اذا بتشيل منها كونتنت فيك تعمل منها مثلا شيء 30 40 حلقه تلفزيون، لانه بالتلفزيون السكتشات ما سكتشات بيكون بيركبوا سكتش على نكته على فكره. وينك من التلفزيون اليوم طالما عم نحكي بهذا الموضوع؟ التلفزيون هالايام ما في انتاج، ضحك على حالنا، ما في مصاري، العالم العربي كله صاير هيك، الاموال الانتاج عم بتروح على الحرب وعلى غير اشياء، وقفت مصاري الانتاج، فكل واحد بجرب يتذاكى على طريقته. الانتاج ضروري، مثلا الامريكان بيعملوا سيت كوم، السيت كوم هيدا بينحضر من الامريكان ومن كل الكره الارضيه، بحطوا بيقعدوا شهر تيكتبوا حلقه، بحطوا كذا رايتر، بحطوا بيعملوا كثير، يعني عندهم انفستمنت طويل عريض. هلا هون معترين الشباب انه بده بيومين يكتب حلقه. طيب هلا انه متطلبات اشخاص صار عندهم اسمهم مثل ماريو باسيل صارت اوفر بادجت على التلفزيونات، لنحكي الاشياء مثل ما هي كمان. ايه انه هذا واحد من الاسباب يلي انا مني على التلفزيون هلا، انه ايه لازم يكون تيكون تطلع شيء حلو، بدك انتاج، بدك عالم، بدك بشر يساعدوك، بدك معدين، بدك كاميرايات، بدك
بدك بادجت، وهذا كثير عم بيكون قليل، يعني عم بخف مع الوقت. قبل كان احسن، هلا عم بخف. يعني مثلا ليل جنون كنت اعمله انه كان فيه 12 كاميرا ولايف اودينس وديكورات ومونتاج، وبتدفع حقوق لبرا لانه حقوق من برا للبرنامج. هلا شو اللي كان مميز في ليل جنون عن كل الاشياء اللي اشتغلتها قبل، من ناحيه يعني الكوميديا الساخره اللي عاده بتكون مرايه ان كان سياسيه او اجتماعيه او غيرها على المجتمع؟ ليل جنون الحلو في يعني لانه لبقلي، لانه بدك حدا كان عنده معطيات مسرح تتقدر تدير هاي الشغله، بده يكون عندك، وانا عندي باك جراوند مسرح قوي، فتتقدر تكمش وتدير منه هين يعني تتقدر تعمله. فبفتكر لانه عندي باك جراوند مسرح قوي، ولاني شاغل تلفزيون، ولاني شاغل ادفرتايزنج، هيدا كله اعطاني باجاج تقدر انه قوم بهيدي المهمة. اليوم صار في هي ترند اللي اخذناها كمان من برا، وانا كنت بحلقه من الحلقات يلي كانت من احلى الحلقات وجنينا، يعني كان اكثر من جنون الليل. ماريو، اليوم كمان بالفورميات يلي عم نشوفها، عم نشوف الليت نايت شو يلي عم نجيبه من برا، بنجيب كوميديان بنحطه، بينحط سكريبت معين او هو بيكتبه او بيكون في معدين عم يشتغلوا له، وعم نشوف على محطات كثير زملاء عم يشتغلوا ويعملوا محاولات مهضومه، الناس صارت عم تنطر. انت وينك اليوم من هالمحاولات يلي اشتغلوها هشام حداد، يلي اشتغلها عادل كرم، يلي اخذ الضجه بالسنوات الاخيره؟ انت ما يعني ما بينقص ماريو باسيل شيء عن انه يكون كمان ستار ليت نايت شو؟ ما ثاقبت يعني انه يمكن لازم اعمل، بس ما صار في ظروف مناسبه، ما حكيتني محطه قالوا لي بدنا نعمل هيدا الشيء، يعني بدها فريق وراك، بدها انتاج، ما ثاقبت. شو بتكون شروطك؟ شروطي بده يكون فريق اعداد طويل عريض تتزبط. يعني مثلا من كم يوم عم بحضر انا بس فيلم عن باسم يوسف بمصر، طبعا شو عامل، يعني عنده فريق طويل عريض، واخرته نفيو من مصر صار عايش بامريكا. يعني ليك العالم العربي اليوم مصر بعدنا عم تسبقنا بالكوميدي، يعني لما نشوف برامج مثل أبلة فاهيتا، لما نشوف مثل ما ذكرت الستار كوميدي باسم يوسف، لما نشوف اليوم مصر عم تسبقنا بهذا المنحى برأيك؟ ايه اكيد عندهم حس النكته بعد اكثر منا. بعدين عندك 70 80 مليون مصري، لارج اودينس، صح، لارج اودينس، يعني بيسمحوا لحالهم يعملوا انتاج كبير، لانه نحن بلبنان عندك 3 4 مليون لبناني بيحضروك، شويه سوريه شويه اردنيه، ما عندك يعني كفايه انتاج تقدر تعمل شيء منيح كرمالهم. بمصر عندهم اوبورتونيتي اكثر، عندهم اوبورتونيتي. رح نحكي ماريو، رح نفوت على بريك اول بحلقتنا، من بعده رح نحكي مثل ما بيقولوا علوم ولارج، يعني بالتفاصيل عن كوميدي نايت سيزون زيرو يلي هي بقالب جديد، هي كوميدي ممسرحه بقصه فيها الكوميدي تبعك بالتريد مارك تبعك، وبتصير قصتها بتلفزيون لبنان. بتلفزيون لبنان. عشان هيك انا هون الليلة. رح نحكي بهيدا الموضوع. شرفنا على كل حال، اسمح لي نفوت على بريك اول بحلقتنا. مشاهدينا خليكم معنا مع ستار تبعنا بهالحلقه، نجمنا بهالليله ماريو باسيل. طبعا نحن وياكم مشاهدينا كمان عم تشاركوا معنا هالحلقه من خلال هاشتاغ سهره اندرسكور عمر، وكمان عم ترجعوا تشاهدوها صباح الاحد بتمام الساعه 11 عبر تلفزيون لبنان، واكيد على اليوتيوب شانل تبعنا. بعدنا مع ماريو باسيل بالقسم الثاني من بعد اول بريك. ماريو، العمل يلي كلنا حضرناه السنه الماضيه، خبرني شوي عن التعامل والتعاون مع جابرييل يمين، عن هالشفت كمان يلي شفناها بمسرح المدينة يلي كانت شوي ديفرنت عن شو تقدم معك بالسنوات السابقة، وكيف قيمت هالتجربة؟ ليك كتجربة فنية كانت عظيمة، كانت كتير حلوة، كانت عن جد انه هيك كانت عظيمة جدا، ارتستيك الاكستريم،
اكتشفت حالي وفتت بالحالة، فتت بحالة وفتت بالحالة، فتت بشخصية إذا بدك فنان عم يتخبط بالحياة. ففنياً كان تجربة كتير حلوة. تجارياً يعني ضلون العالم يقولوا لي ماريو تجاري وماريو ليه ما بتعمل شيء فني، ما عملنا شيء فني ما حدا إجا. كانت خسارة تجارية؟ كانت خسارة تجارية أكيد، ضيعت لي وقت ومصاري. إنه وقت أوكي كرمال الفن فاين، بس إنه تجارياً إيه كانت. خاصة كمان يعني استقال وقتها الرئيس الحريري يومين قبل ما تفتح المسرحية، وكانت هي مدتها شهر. كانت ظروف البلد يمكن كمان أثرت. ظروف البلد أثرت يعني. ما المشكلة بالبلد إنه ما فيك تعمل بروجكشن ل أديه الأحداث بتأثر عليكم يعني، وخاصة أنت بكل الكاريير تبعيتي دائما بيكون أنت عم تحضر شيء، بيطلع حادث أمني ولا حادث سياسي ولا حادث شيء بتفوت بالحيط يعني. هيدا حرام يعني، الفنانين كلهم بيتأذوا بلبنان. بس يعني انت يمكن من الاقل متاثرين اقلهم مثل ما بنشوف، لان يعني في استمراريه كمان، او هالقد في معاناه للاستمراريه؟ في معاناه للاستمراريه اكيد، في معاناه للاستمراريه بتتعذب يعني. وقتها كان معي بلاي روم جربت اعمله هاوس اوف ذا ارتست، واعمل كونسرتس وحفلات وقصص، واخترعت كثير اشياء جديده غير ككوميدي نايت. وكل ما نكون عم نركب شيء يطلع لك حادث، شغله حادث امنه، تفوت بالحيط، تكون انت ركضت كل الوقت على الفاضي. هيدا شيء ما بيساعد البزنس اذا بدك، او الفن كله تيتطور بلبنان يعني. دوماج بتعب هالشيء يعني. الواحد ايه ممكن يستسلم؟ في ناس تستسلم؟ ايه انا استسلمت للفن، للفن استسلمت. You gave up. ايه اكيد. هلا بدي اعمل فن اذا بدك للشعب يعني. اذا بدي اقول لك جابرييل يمين بسكر بوجهه. لا ما بسكر، لا سلمته جابرييل. بوجه له تحيه كثير كبيره لجابي. اكيد بوجه له تحيه كثير كبيره، انه غزيت حالي اذا بدك فنيا وثقافيا وفكريا. بس انا وين بتصرفها لي؟ اي بنك. ماريو لما نحكي عن ال اكيد هذا شيء للذكرى بكره طبعا، حط على التلفزيون واحد، حتى بارشيفك الخاص كمان يعني بريبرتوار تبعك. ماريو اليوم لما نحكي عن الاعمال، عن كوميدي نايتس اللي شفناهم بسيزونز متنوعين وعديدين، وكان في اسماء كثير كمان منكن لها كل احترام بالوسط الكوميدي بلبنان. الوحيده اللي مضاينه تاتيانا مرعب لكوميدي نايت زيرو. في ضعف على الجنس اللطيف ما واضح لبسهم لبس. ماريو كوميدي نايت سيزن زيرو شو بتفرق عن غيرها من يلي سبقه؟ ومع كل غنى لبنان بالاحداث، ان كان السياسيه الامنيه الاشياء الاوقات المؤسفه يعني، طلعت منها كلها السياسيه والامنيه خلص. صحيح، هذا اللي بدي اقوله. لوين رحت بكوميدي نايت سيزون زيرو؟ رحت على فارم اذا بدك بيقولوا ابريد، يعني نص مسرح نص شانسونيه. المسرحيه الجديده بتحكي اكثر قصص اكزيستنسياليست يعني، عن الرجال والمراه وعن الاعلام. الاعلام شو تاثيره، او كيف انتاج البرامج، وين تلفزيون لبنان من ما القصه بتصير بقلب التلفزيون. مش رح افضح القصه لا أكيد. يعني ما مشي اللي بده يحضرها، بس بتحكي يعني. اول شيء المسرحيه هديه للمراه يعني، مشان هيك ما بقى في دانسرز سكسي دانسرز سوزانا وليتا. جبت محلون توب موديل للنسوان، ضلون يتهجموا علي كل الوقت انه انت بتستعمل المرأة سلعة وانت كذا. قلت لهم اوكي تكرم عينكم ليديز، فكرمالكم رح نجلبون رجل سلعة. فجبت لهم احلى رجل بلبنان اللي هو كمان انفلونسر. اكيد عم نحكي عن جاد حديد، بنوجه له تحية لجاد. اكزاكتلي. وجبت لهم كمان فيفو يلي هو كل النسوان كثير فراشة السوشيال ميديا، فراشة السوشيال ميديا وكل النسوان بتحبه يعني، هيز ذا بيست وومن فريند. سيرجيو كوليانا كمان من الاشخاص يلي مشاركين. سيرجيو كان معي بوان انجري مان، بيشبهني شوي، بذكرني بحالي انا وصغير. فايتس ميني ماريو اذا بدك سيرجيو. ايه هيز فيري نايس. وفي تاتيانا، وفي شخص كان بضل معي بالكوليس اسمه داوداو، هيلاريوس يعني، بيعمل له فوتات وطلعات ما
ما في حدا يعني بينسي او ما بيشتهر. ماريو، ليه بعدت عن الاسامي الكوميرشال، الاسامي اللي الناس تعودت عليها معك، الاسامي اللي عندهم حضورهم كمان بعالم الكوميدي؟ في خلافات؟ كل شخص جديد، يعني انا جبت نجوم سوشيال ميديا يلي هن في فوجاد، هن نجوم سوشيال ميديا. لا عم بمشي مع العصر كمان، وين عم بيروح العصر، فكل واحد عنده مالتي بيربس. وكمان شخص جديد بيجيب لك روح جديده، بيعطيني وحي جديد، انه فيفو بتطلع فيه بتقعد معه بيوحي لك باشياء، انه جاد وجوده بيوحي لك باشياء. فاذا بدك تضلك مع جيت الاشخاص، مع زيت الاشخاص، بتصير انه شو بدك تعمل بعد معهم، انه استنفذت هيدي الشخصية وهيدي الشخصية. بس علاقة طيبة بكل يلي اشتغلته سوا؟ كلهم بحبوا، يعني حيالله شخص شغلنا انا وياه 6 سنين 7 سنين 8 سنين، انه ما كانت كذبة يعني. عرفت؟ بس انه نحن من انه البيتلز وتركوا، عرفت؟ انه بدك تستوحي، كيف بدك تعمل؟ بدك تعمل. بعدين العالم بيقولوا انه ما شفناهم، يعني في عالم بعدهم بيقولوا لي شفناكم بالجراند هيلز. بالجراند هيلز كنت من 14 سنة، من 15 سنة. يعني انا اذا بحضر جاد المالح اللي هو من اهم الكوميديان مثلا، بتحضره مره مرتين بتقول خلص. فمشان هيك انا بحاجه اجيب عناصر جديده، عناصر ما بيعرفوها يمكن العالم، عناصر يضيفوا نكهه جديده، يضيفوا مضمون جديد. عطوك اللي كنت شايفه بالبوتنشل تبعهم، يعني عطوك اللي بدك اياه من خلال هالعمل؟ لا اكيد اكيد. يعني وقتها جاد بفرجي السكس باكس تبعه، بتسمع صفير بالصاله دائما، وفيفو بيطلع انه فيري نايس، سيرجيو از دوينج فيري فيري جود، يعني انه نيو كوميديان كثير قوي ايطاليا. وهالمره يعني مش الممثلين هن الابطال، المسرحيه هي البطله. يعني هذا الشيء الجديد يلي عملته، انه هي قصه بطريقة شانسونية. هذا الجديد اللي بدي احكي عنه، يعني هي القصة اللي بطريقة الشانسونية بزيع على هالكاركترات اللي عم نشوفهم، يعني ان كان من سيرجيو لجاد لفيفو لتاتيانا لضو، ولا كمان حضورك، يعني هيدي ما بننكر. يعني خبرني شوي الفلو والجديد يلي يعني ما بيشبه اي شيء من الكوميدي. كل العالم بيطلعوا بيقولوا شيء جديد، انه اخذتهم غير مطرح. هي ستوري مشغولة كيف؟ يعني انت بتطلع على مخرجين كبار، مارتن سكورسيز، ما بتلاقي فيلمين بيشبهوا بعضهم. بتلاقي عمل فيلم مش عارفني وولف اوف نيويورك تبع هيدا، بتلاقي عامل ريجينج بول عن البوكس، بتلاقي عامل كل مره بيعمل شيء. فانا بحب اعمل تجربه جديده بالفن. هلا مش رح خبرك القصه، لا رح نحضر. هلا عم باخدين بريك جمعتين ومقلعين ستارتينج اكتوبر، عم بظبط شوي قصص بالمسرح لحتى يكون في تقليعه هيك بروبر. ماريو، بعدت عن الاتنياسيون يلي بعدت عن السياسه، بالسياسه تحديدا. هلا انتبه، بعدت عن السياسه انه اللوكال هلا هي المسرح. هلا هو انت نمط حياتك بالحياه هو سياسه، بس قصدي بعدت عن السياسة انه تنكت على الزعماء، على الوزراء، على الببليك فيجرز. بعدت عن هيدا لانه هيدا الاشياء صارت مستهلكة، منصابين. ايه يعني اذا بتحضر انت بالبرامج الاسبوعية، كل حدث سياسي عم بيصير بينتقدوا بالتلفزيون، بالسوشيال ميديا. ما بقى فيك تعمل شيء. يعني انا برأيي مسرح الشانسونية كشانسونية عم بيموت، ما بقى له معنى. ليه عم بيموت؟ عم بيموت لانه خطفوا السوشيال ميديا وخطفوا التلفزيون، البرامج. معقول تعمل شفت على السوشيال ميديا؟ يعني تعمل شيء لإلك بهذا الاطار؟ ما حسيتها لإلي، ما بعرف اذا في عندي حدا وزر بالسوشيال ميديا ممكن اتعاون او حتى معه. على نتفليكس اونلاين او على كل هالبلاتفورمز اللي عم يسرقوا التلفزيون من حاله. ممكن هو اهم شيء الكونتنت. يعني هلا النكته انك تنتقد سياسه او تقلد او شيء، انا برايي هيدا خلص صار اوفر. حتى يعني قبل كنا وقت يقلدوا مثلا الرئيس بري ولا وليد بيك جنبلاط ولا دكتور جعجع ولا ما فينا نحكي عنه كانوا يضحكوا. هلا اذا حدا بيطلع بيتقلدوا ما بقى يضحكوا، واصلا تشوهت الفكره. يعني نحن كان الاساس، ما هون انا يعني بزعل من الزملاء.
يعني قبل كنت انت بتنتقد السياسيين تيزبطوا ايديهم السياسي، هلا صرنا بتنتقدهم صفوا ابطال. يعني اذا حدا زعيم عنده صرت بتتقبله لانه عم بتنكت عليه، ما هو هيك يعني تحور اذا بدك مسرح الشانسونية او طريق او تنكيت الشانسونية، بدل ما يكون هو عم ينتقد لازم يكون لازع تيزبط الوضع تالشخص المسؤول يحس حاله انه عم يجي انتقاد، صفوا بيشوفوه مهضوم. هذا الفرق بين الشانسونية وبين هالنوع من الكوميدي وهالنقد اللازع اللي عم تحكي عنه اللي منشوفه عنا هون واللي منشوفه برا. سوري رجع يعني الحرية بالتعاطي مع المواضيع مع الشانسونية مع النقد اللازع يلي عم تحكي عنه، هذا هو الفرق يلي منشوفه برا ما منقدر نحققه عنا هون ماريو بلبنان؟ منقدر بس مش عم بيختاروا، يعني عم بتصير انه بيتقلدوا الشخص انت بتتقلد وبتنتقد شيء عيب فيه، صفى الجمهور عم بيتقبلوا عم بيتقبل العيب لانه عم بيطلعوا مهضوم، لانه بالنهايه الكوميديان بده يجيب ضحكه، عم بيطلعوا مهضوم صفى الانسان عم ما هو هيك، مشان هيك بعده الزعامة هن ذاتهم مش منطق انه كل العالم بتسب الزعامة كل العالم بتحب ما حدا مبسوط بالحاله، بعدنا بذات الشيء يعني حالتنا بتبكي بلبنان. ماريوكا بالسيزن زيرو كمان من كوميدي ما فينا نطلع من ماريوكا، حتى عامل انه بتهمها لماريوكا انه مارست الجنس مع ماريو باسيل. هذا مومنت حلو بحبه المسرحيه. ماريوكا كاركتر طبع كمان ماريو، يعني من الكاركترات اللي كثير نافره يلي قد ايه هيك هالشخصيه قدرت توصل مساجات من خلالها، وقد ايه بنفس الوقت لايت كانت من خلال كل شيء مرق. انه حقيقه مره عايشينا اخذتها بشكل مهضوم وبحبوها فبعمر عليها وبحملها معاني. يعني ماريوكا منا خالي من المعاني المبطنه المعاني المرتبه الثقيله، يعني هو ليك يعني الشانسونيه وهذا النوع من الفن انت كانك مساحه عم بتنظف للواحد يقشع احسن تيقدر يزبط حاله. ما هو المسرح هو مثل مرايه للمجتمع بتكبر العيوب تا انت تزبطها، وماريوكا هيك انه بنفخ انا هالشخصيات وبحملها معاني بذات الوقت. ليك لانه بلبنان بالنهايه عايشين كثير دراما، حياتنا دراما، كيف ما بتوقع بكره دراما، بتتنفس ريحة دراما، الكهرباء دراما، المي دراما، فبحاجة لماريوكا تكسر لنا فالناس بلبنان ما بدهم بعد دراما يحضروا دراما، يمكن بيحضروا دراما قصة حب بالمسلسلات، بس وقتها بدك تحكيهم عن حالهم أخي بدهم يتسلوا، بدهم انترتينمنت، مشان هيك يمكن وان انجري مان إنه مش هذا المثال لهون، يمكن مثال لبرا اذا بدك كفن، بس هون الواحد بده يظهر بده يشوف ابداع بده يشوف فن، بس بده يكون عم يتسلى وبده يشوف ماريوكا وبده يشوف ماريوكا. الكل حافظين السكاتش كله والقرايه من العيار الثقيل. ماريو لما تكون عم تكتب نصوص لماريوكا للشخصيات اوقات الدوز عند ماريو قد ما كان قوي اكيد بيضحك اكيد تارجت لاودينس معين، هون لنكون واضحين قد ايه المساحه من الحريه وخاصه بهالنوع من الكوميدي تترك حالك يلدغو ما بترك حالي ما في او عندك ضوابط انتبه وقتها بيكون في اذا بدك كلام جريء ولا بذيء مثل ما بيسموه دائما في عندك دبل مينينج، يعني ما بتطلع عندي قليل كثير تطلع كلمه بلا ما تكون دبل مينينج، يعني دائما بدك عندها اثنين معنيين اوقات بكونوا تقيل يعني بتكون بس بتكون في معنى ثاني مخبى. مثلا كان في عندي بالسيزون 3 انه عم بقول يا خير فوت ويا شر موت، هيدي نوبل كوز انه عم بدعي للشر يموت، بذات الوقت عندها معنى ثاني، يعني انا بتجه بهذا بروح بهذا الاتجاه تكون محمي. وقتها بيكون عندك دبل مينينج بالكلام البذيء انت صرت انوسنت صرت بريء،
ما بقعدوا فيك بتبرئ حالك مشان هيك حتى يمكن افسر لك اياها بس انكونسيامون العالم انه ما هو عم بيقول هيك فبتصير بريء. ماريو وينك من اليوم الكوميدي بالسينما؟ عم ينشغل عم يكون في فوندز كمان عم تنشغل من برا، كان عندك تجارب انترناشونال كمان بهيدا الاطار. وينك اليوم من الكوميدي؟ عم نشوف كثير في افلام كوميدي، في ناس عم تعمل محاولات عم تعمل شغل، وماريو باسيل وينه من كل هالمواضيع؟ ليك الكوميدي نايت كثير بتاخذ من وقتي، فيعني تا انا حضر بتكون صعبه، واذا فكرت حضر ما في انتاج. بدي انتاج. ما في انتاج. وانه اذا بتجيب بس ما في انتاج بالمطلق وانت ما عم تسعى. يلي حرام يلي عم يرقدوا تا يسعوا انه بيرقدوا سنه تا يجيبوا انتاج، انا بفكر انه بهالوقت اذا بدي تركب فيلم وتجيب انتاج وتنعمله للفيلم بفضل اعمل مسرحيه بقدر انحتها اكثر، لانه المسرح فيك تنحته اكثر بتقدر تتحكم فيها بطريقه اسرع. ايه يعني دائما هذا نوع المسرح تبعنا، بتبلش مسرحيه تصير تشيل وتحط وتشيل وتحط تنحت، يعني هلا بلشت مسرحيه كانت حلوه هلا صارت احلى بكثير، بعد جمعتين ثلاثه رح تصير غير ما مسرحيه بتوصل لمرحله، يعني من يعني الكوميدي حتى مثلا اذا بدك وودي الن او ساينفيلد بيقولوا لك انه بنوع ستاند اب او بنوع سكتشات اذا انت بتبلش عندك 50% ضحك يعني انت نجحت، لانه بعدين بتصير 50 بتحط غير 50 بيصيروا 70 exactly. يعني بدك تضلك تنحت بتوصل للفورمولا الحلوه، مشان هيك كل كوميدي نايت حلوين ولا كوميدي نايت من بعد شهرين ثلاثه فيك تقول انه منا حلوه لانه بكون شلت. وكانت ويت على كل حال لسيزن زيرو، ورح نشوف كمان ناطرين الكامبين اللي رح تطلع قريبا جدا لحتى تقلعوا بهالسيزن الجديده. ضوغة مزلة نحن وعم نحكي ماريو، لحتى ننتقل لزمنات الفقرة الثانية بالزمنات، تفضل. بالزمنات بالزمنات. لا بز تفضل. بالزمنات ثاني مين عمر معرفة هون؟ بس بحب أقول أنا من أول مرة حضرت البرنامج حبيت الزمنات تبعك. هلا ريلي نايت صوتي مش طالع وعنده معاني يعني حبيبي. هلا بس تعطونا صوت نرجع. أوكي. عطينا صوت ها. حبيت الست طب تقول لي ايه؟ من اول ما حضرت البرنامج حبيت الست، حبيت اول ست كثير انه التريات وهيك بياخدك بمحل مجهول، بعدين هون الوقت يلي هو شغله كثير مهمه لكثير. شو بيعني لك الوقت؟ الوقت نحن بصراع مع الوقت، الوقت هو كل شيء. متصالح معه او عندك مشكله مع الوقت؟ عندي مشكله مع الوقت. اف وكل ما تكبر بالعمر كل ما بتلاقي الوقت قصير، يعني هلا بتذكر وقتها كان عمري 14 سنه كنت انه شو بدنا نعمل؟ كيف بدنا نقضي الوقت؟ هلا بقول يا ريت النهار 80 ساعه وما بكفي وما بلحق اعمل شيء. كل ما يعني هيدا هاجس براس الوقت، والكادرات كمان حلوين. خي نايس سيت اب ريلي. خي هيدي شهاده حلوه. هلا كمان الكادرات بالفقره الثالثه بننتقل لهم. ماريو لما نحكي بالزمنات ولما نرجع لورا بالوقت الطفوله، في هيك ناس اوقات في صورة معينة بتكون مشبوكة بهيدي الطفولة، في ريحة معينة، في ناس، في حوادث معينة، أنت شو الطفولة اللي مرسومة براسك؟ ليك الطفولة المرسومة براسي أيام الحرب، أيام الحرب كنا بالضيعة بدلبتا نروح على طرف الضيعة نتفرج على القصف كيف عم يقصفوا بيروت. اف حط موسيقى ونقعد نتفرج، ما كنا واعيين شو عم بيصير بس انه اف شفتها كيف طلعت وين نزلت. هونيك سمعت صرت اسمع موسيقى وتطور راسي على الفن اكثر واكثر. وفكره الحرب شو اثرت او شو عملت بماريو؟ اثرت يعني انا فت بالصليب الاحمر، يعني انا ما
ما حربت، تدربت مرة يمكن من قبل وهيك، بس أنا فت بالصليب الأحمر. يعني أنا من دعاة المحبة والسلام وبيس أند لاف، يعني وكل الكارير تبعيتي مبنية على إذا وودستوك، شعار وودستوك إنه ميك لاف نوت وور. وودستوك طلع وقتها الشعب الأمريكاني ضد التدخل العسكري الأمريكاني بفيتنام، وقتها قاموا الموسيقية والهيبيز وكلهم إنه ما بدهم حرب. فأنا من هون بكوميدي نايت دائما بقول ميك لاف نوت وور فك وور، وكل يعني مسرحياتي هن دعوة للحب مش للعنف ومش للسلاح ومش للحرب. ما بدنا سلاح، يلا سلاح. ما بدنا سلاح، بدنا سلاح. طب هي بتضحك بس هي كتير عميقة. يا خير فوت ويا شر موت، كتير عميقة بيضحكوا. يعني هذا السهل الممتنع بحبون أنا ما بيعرفوا ليه بيقولوا مهضومين، بس هن تقال، عبارات تقال. مارو اللي بيشتغل بصليب الأحمر يلي هي رسالة تعتبر، لا يلي بيشتغل لأنه هي رسالة عمل، لأنه بيعطي من وقته، بيعطي من حاله، بيعطي من عمره يلي بيمر. شو بتغير بالإنسان؟ شو بتطور؟ شو كيف بتخليه يصير إنسان أفضل؟ يصير إنساني أكثر من العنف. يعني إنسانية، يعني هذا حكيت من عنه بالاول، انه انا مع الانسان ضد الحيوان اذا بدك. يعني الحيوان هو بيضله مثل ما هو، الانسان هو بيتطور، بيصير بده يترقى اكثر ويصير انسان اكثر. وهيدا للاسف يلي ما عم بيصير بلبنان. يعني بلبنان كان في انسانيه اكثر قبل، وهلا بدل ما تتطور في عالم عم بيجربوا، ما في شك، في عالم نقول لهم شابو عم بيجربوا يقدموا لبنان تجاه الإنسانية، بس في كتير عالم كمان بعدهم محسوبيات وعلى مصالح خاصة عم بأخروا لبنان، وهذا شيء أنا كتير بزعله. يعني كل لبنان يلي بتعرفه بكل أيام حياتك، شو الشيء هيك يلي أكتر شيء بيحط بحالك كلبناني ماريو، كإنسان ولد وكبر وربي وبعده عايش بهيدا البلد وعم بيكافح وعم بيكون فنان لحتى يعمل الشيء اللي هو بحبه ويقدم شيء هو مقتنع فيه للناس، كيف هيك بتربط لبنان بكل قصة حياتك بكل هالوقت يلي مرق؟ يعني لبنان إذا بدك مثل صليبة. يعني بحس إنه كثير أوقات بقول يا أخي ليه خلقت بلبنان؟ كنت أقول مثلا ما كان فيني أخلق بشي بلد عنده غير جيران. حلو لبنان، وبذات الوقت متعب لبنان. يعني مثل يعني عم بحكي مع مرة أجنبية من برا بتقول لي it's hard، you have to fight all the time. إنه بتطلع هلا كنت باليونان مثلا، أو دائما أنا بسافر برا بتلاقي العالم بيعيشوا كرمال الحياة، بيتلذوا بالحياة. نحن هون بدك تحارب تجيب مي تجيب كهرباء تيكون عندك امان، تيكون عندك نظافه، تما يكون عندك بولوشن، متعب. وهذا شيء بزعل، مع انه بذات الوقت لبنان كثير حلو، عندك احلى بحر فظيع بس اوكي وسخ، عندك جبل اخو اخته عظيم. يعني دائما بصراع انا مع حالي، بحبه وبكرهه للبنان. حربت ماريو بالمهنة لحتى توصل؟ بالمهنة ايه. عطول بحالة حرب والبدايات، حرب مع حالي. وحتى بالبدايات يعني لا قدرت تاخد أول فرصة، لا قدرت تكون موجود. صراع مع الزيت دايما، هو صراع مع الزيت، لأنه فيك تعمل شغلة وبتزبط، بس أنت دايما بدك تجرب تحسن، بديها تكون أحسن وبديها تكون أحلى وبديها تكون أزبط، وبدلني على الممثلين لا you can do better you can do better. منهم بينزعجوا يا اخي ما لصالحك، ما انا بدي اياك تكون بتر لصالحك ولصالحي. It's a fight. وبعدين حرب illusion بالراس، إن انت عم تخلق وهم انه فيك تقول لي يا اخي شو فرقني معه العالم، بس الوقت الواحد بيغوص بالاخراج وبالفن وشو بده يطلع بيصير بيحكي مع حاله. ماريو بعد البريك رح احكي عن تطور ماريو باسيل كمان. الواحد لما بيشتغل على حاله بيتسقف بينضج بالمهنه، بيصير يقرا الاشياء بطريقه اسرع بطريقه اسلس. رح نحكي كمان عن بعض المحطات يلي
كانت اساسي فيهم مثل سيلبرتي دواتس، مثل كثير اشياء كمان كان عندك حضورك فيها. بريك تاني قبل ما نتابع بالزمانات، بنفوت على فاصل نرجع نتابع مشاهدينا مع نجمنا بهالحلقه The One and Only ماريو باسيل. نتابع مشاهدينا سهرتنا نحن وياكم، بعدنا بالزمانات مع ضيفنا ماريو باسيل. بعدنا شو قل لي؟ ومشان انا زلمه بعمل يوغا. يوغا ايه اكيد. ليك الممثل لازم يضلوا مهتم بجسمه، لانه يور بودي از يور انسترومنت. فانا بروح على الهند، على سريلانكا، على تايلاند، بعمل يوغا، بعمل ريجوفينيشن بروجرام. رح احكي عن اهميتهم باسرار لنفوت عليهم بمحله، لان هي شغله كثير مهمه وهي الواحد بيوصل مع الماتشوريتي، وهذا اللي بدي احكي عنه هلا ماريو. يعني الواحد لما يشتغل على حاله، لما يبلش، لما يتعلم من شو اشتغل قبل. رح ارجع انا وياك، رح نشوف مقطع كمان لماريوكا بس بالزمانات، وانت بدك بالزمانات ومعك بدي احكي كيف ماريو باسيل بيشتغل واشتغل على تطوير مهنته وحاله لقدر يصنع هيدا الليبل يلي كلنا بنعرفها مع ماريو باسيل. نحضر. عاصمته 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 مدينة بيروت. مدينة بيروت، وين شفتي مدينة قبل؟ هلا بدك تقلي بيروت مش مدينة. هو وينك وين؟ ملوين مليارات وما لحسنا اصبعنا، وينن يا ستي انا وياكي بنعرف هالموضوع، ضروري ننشر غسيلاتنا قدام السواح. اذا لنجريم عليه خلاص. اكملي. هذا ماريوكا، وهون بنوجه تحية سيزن 1 سيزن 1 مع الكوميديان توني ابو جوده. ياب ماريو، لما بتحضر حالك هيك بالزمانات ما بتحب؟ ليه؟ ما بحب احضر حالي، بلاقي دائما انه فيني اكون احسن. بتلاقي انه كان فيك تكون احسن؟ ايه، ما برضى على حالي، دائما بعذب حالي. وكيف اشتغلت على ماريو لحتى يكون عم يتطور سيزن ورا سيزن؟ الناس يلي مرقوا، يعني كمان شفنا ميشيل ابو سليمان من شوي بنوجه له تحيه، توني ابو جوده، وكتار الاشخاص يلي تعاملتوا سوا. كيف بتقيم تعاملنا كمان مع هود الزملاء؟ اكزاكتلي، يعني كل الشباب، يعني كل نخبه الكوميدي بلبنان مرقوا واشتغلوا انت، يعني اشتغلت انت وياهم. ايه كانت تجربه حلوه. ايه بس ما فهمت شو السؤال. كيف كان يعني التعاون مع كل واحد منهم؟ كيف بتقيم التجربه؟ كيف العمل مع هود الزملاء اليوم يمكن ما عم تشتغلوا سوا؟ ليك اكيد تنقعد هالقد سنين، توني كان بالسيزون 1 رجع، فرجع بالسيزون 4 اند هاف وكفى. توني شو البوان فور تبعه بالنسبه لك؟ توني سوبر تالنتد، يعني ككنترول صوت، تقليد شخصيات، باور بالصوت، قدر يعمل قصص، كثير موهوب. بس المشكلة انه معهم كلهم، انه بعد فترة بيصيروا موصفين دولة. كيف يعني؟ يعني بيصيروا ما بقعدوا يعملوا بيرسونال افورت، مشان هيك وقتها اذا بدك منترك بيصيروا الواحد سترايفنج تو سرفايف، بيصير يفتش، بيصير بده يعمل قصص اكثر لحاله. بس انا علاقتي معهم كانت كثير حلوه، يعني كنا نضحك كل الوقت، نسافر، نعمل حفلات برا، نقعد نالف. انه ما بتقعد مع شخص كذا سنه اذا ما كنت مبسوط معه. ممكن ترجعوا تتعاونوا سوا؟ مع الكل ممكن. انه ايه اكيد في حدا عليه، توني بعد نرجع اكيد، يعني في حدا عليه بويكوت او حدا؟ لا ما عندي مشكله مع حدا. انا كثير كول واوبن، يعني محب. عرفت اوقات الظروف بتقول انه هلا خلص بدي شيء ثاني، بدي شيء جديد. مسرح هيدا، عرفت انه منك بينك فلويد. حتى البينك فلويد وتركه. اليوم ماريو باسيل هو نمبر 1 بالكوميدي بلبنان؟ مش انا بقيم،
عالم بتشوف ما فيك تقول انه انت شو بتحب اكثر الملوخيه ولا السوشي، ما بتزبط. انا عندي هويتي وعندي العالم بحبه، في عالم هن ذاتهم بحبوا كمان غير كوميديان. ما فيني اقول انا الاول، لا انا ناقصني كثير اشياء، ما عندي كثير اشياء غيري. ما انت يوري فان لحدا، حدا بيعجبك شغله؟ بقدرهم كلهم ما في شك، كل انه كل واحد بحب عنده اشياء، وبلاقي انه يمكن في اشياء ناقصته مثل ما انا ناقصني اشياء وعندي اشياء. منا العملية انه سبق ركض انه هيدا الاول وهيدا الثاني، هذا فن بالنهاية. يعني انا هون اوقات بلوم العالم انه بيفكروا انه ليه مين احسن ومين اكثر ومين، انه اذا بتروح على برودواي بنيويورك ولا بتلاقي 50 شو وكله منيح. يعني انا مع انه الكل يكونوا كتير منيح، هذا شيء بيقوي لبنان، بيقوي المسرح بلبنان، بصير العالم تجي تشوف مسرح. يعني انا ضد وقت الواحد بيعمل عمل منه منيح، انا بحب انه كل الزملاء وكل الفنانين يعملوا اعمال منيحه، لانه اذا انت بتروح تحضر حدا عمل شو مش منيح ما بتقعد تتحمس تجي تحضرني. فنحن بنقوى ببعضنا. بتاثر هالشغله لما حدا يعمل عمل عاطل الناس تحضره بياثر. انا ضد اللي بيعملوا اعمال منه مشغوله كثير وعاطله، بلومهم بفهمهم بس بلومهم. انا بفضل يكونوا الكل منيح، لانه لا كومبيتيشن رافين لو برودوي، يعني الكومبيتيشن المنافسه بتخلي الواحد يصير بدي اعمل بتعلي السقف اكثر، بتعلي السقف بنصير نحن، لانه نحن كلنا مناره الشرق، وهذا موضوع المسرحيه بالسيزون زيرو، كلنا مناره الشرق. هلا بتطلع على التلفزيون اللبناني صرنا ورا، بتطلع على تلفزيونات يلي عملوها اللبنانيه يلي برا، انه اذا بدك تلفزيون دبي، ابو ظبي، حتى السعوديه، يلي كلهم تعلموا على ايدين اللبنانيه، صفى الليفل عندهم مرتب والجرافيكس احسن ومرتبين اكثر، ونحن صرنا ورا. هذا الشيء اللي بيزعلنا بلبنان. ماريو كمان في محطات ما فينا الا ما نوقف عندها بعملك، بالاضافه يلي حطيتها كمان بالبرامج بديو المشاهير، هيك نوع من برامج الفنان بحد ذاته بيكون اضافه للبرنامج، او لا ممكن البرنامج يضيف كمان لمسيره الفنان؟ بتغذوا من بعض. هون كمان في اكيد له فضل توني قهوجي المخرج اللي هو صديقي، بنوجه له تحية كبيرة. ايه اكيد، يلي هو حد يعني بأكترية مسيرتي وبيساعدني بالإعلانات وبكل شيء وبالقرارات. رح نحكي عن توني على كل حال من منحى الصداقة بالأسرار، بس رح نرجع لورا كمان على سيلبرتي دواتس، نشوف ماريو ونشوف هيفا. اوكي. بابا يا سلام، عايز ادخل الحمام، بطل يا ودي شقاوة بقى، ولا عشان روحي فيك متعلقة، يا ماما يلا بسرعة افتحي بقى، ما تبطل يا ودي انت شقاوة بقى. طب بصي يا حليك، انا اكلت الكوكو، كان خلص الكوكو، كان حلو الكوكو، انا باكل الكوكو. اكيد كل الحقوق محفوظه على المحطه المنتجه للبسي للشركه، وكمان تحيه للمخرج توني قهوجي. بس ترجع لهيدي الذكريات هيك تنبسط في محطات، تنبسط انك تشوفها؟ اكيد. ايه كان فتره حلوه، كنت متعبه لإلي، كنت تعذب احضر كل تابلو، يعني ضليتني لاخر حلقه طول. صحيح، عرفت، كانت متعبه بس كان حلو. كانت ورقه رابحه بالبرنامج مثل وين ما كان، يعني بتكون ورقه رابحه باي مكان بتحل. انا بشتغل على حالي كثير، بتعب. بتعطى الهم هالشغله؟ اكيد. ايه كل شغله بعملها بعطى الهم وبشغلها من قلبي. هيدا من اسرار النجاح. بتخاف من الفشل؟ اكيد كل واحد بخاف من الفشل، وكل واحد في ينجح. اذا بيشتغل كثير بشغل دماغه بينجح، وبرضه الواحد ممكن يفشل كمان اذا في الارور اتيمان، واحد بيقدر يا اخي يا نعم اف. رح نحكي عن الارور ايمان، رح نحكي عن الاخطاء يلي اوقات الواحد بيرتكبهم. هذا الضوء غمزنا، رح نروح على اسرار نكمل بهذا الموضوع، ونرجع نحكي كمان بموضوع اليوغا. اسرار تفضل. يلا تفضل ماريو. Thank you.
هاي الفقرة الثالثة مع الكادراج، مع الإطارات الفارغة، مع النجوم يلي منحب هيك نملي أوقات تفاصيل في أشياء ما منعرفها عن الناس يلي منحبهم يلي منتابع لهم شغلهم. قبل ما فوت بكل هالتفاصيل ونكمل باللي بلشناه هنيك، بتزعجك الشهرة أوقات ماريو؟ يعني أنه أنت public figure، أنت حدا تحت الأضواء، بيزعجك أوقات هذا الموضوع؟ إيه أوقات أكيد هو حلو، بس أوقات بيزعج. يعني من أي ناحية؟ يعني بتفقد البرايفسي تبعيتك، يعني إذا بتكون مش عارف سهران مثلا، بيقولوا ماريو سهران وخالص وسكران وشفني لا تكون مثلا حساب عم تتحركش بوحدة ماريو، إنه ما فيك تقعد يعني، أو بكون معك حدا، أو بتكون مرتبط، أو بتكون معك ديت، ما فيك يعني، ما فيها المومال انتيم بيخلق في يعني البرايفسي تبعيتك بتتاكل شوي، الاخبار بتتضخم، القصص بتوصل مشوهه، بس كمان حلوه يعني، انه فيك انت توصل دغري بيعطوك على مطعم احلى طاوله، بتفوت اول واحد، توقف على اشاره السير، الشباب بالدرك تحيه لكل الدرك، بقطعوك دغري بوقفوا لك السير، بتفوت على مؤسسه دوليه دغري كمان بقطعوك تعمل وراقك دغري، فيها كثير اشياء حلوه، فيها افونتاجات، ايه في كثير افونتاجات. في مواقف صارت معك بهذا الموضوع هيك مهضومه او قصص تتذكرها دائما؟ ايه مره وصلت على حاجه دركي قال لي على اليمين، شو القصه ما كلهم يا لطيف، قال لي انزل من السياره، نزلت اللي بدي اصور معك انه هيك سلبيت، انه اكيد حلوه الشهره بتساعد بكثير اشياء، مزعجة على النطاق الشخصي إذا بدك البرايفسي شوي. أكيد ماريو، لما الواحد يكون هالقد عاطي حاله بهيدا المجال، يكون عم يشتغل، يكون بتطور مستمر، كمان مثل ما أنت عندك غيرة على شغلك، المنحة الثانية اللي بترتاح فيه قلت بتسافر على إنديا بتعمل يوغا، بعمل أيورفيدا، شيء اسمه أيورفيدا، أوكي، يلي هو ريتريت لحالك، ريتريت جمعتين تتكب كل التوكسينز اللي بالجسم من الاكل والتلوث. كيف لحتى تعودت او تعرفت على هالروتين؟ سيرش يعني من وراء اليوغا بتفتح لك افق بحياتك، انه كيف تفتش، لانه نحن بسباق مع العمر، انه ما بدك تخلي العمر، كمان انا كممثل لازم يكون فيزيكلي دائما صحيح، يعني اذا بدك تستسلم لحياه الليل والشرب اورفار باي باي يعني اوفريرا، فمجبور ضلك تزبط حالك، اعمل سبور، بركض بالطبيعه، بتسبح كثير، بعمل يوغا، بروح برا، باكل صحي، هلا كثير انا الاكل مثلا صحي ملم فيه، الرياضه، انه كل شيء بخلي الميتابوليزم تبعك، مجبورين نعمله، وهذا انا بنصح كل انسان يعمله كمان، لانه انا عشت الليل كمان كثير. شو الفرق بين حياة الليل حياة التعب؟ الواحد أوقات يلي بفكر أنه رح يكون دايماً جان ودايماً صحته تساعده ودايماً، أي وقتها منفكر هيك، وين بيكتشف أنه لا، الحياة منا كلها هون، والحياة بتغدر. مزبوط، الحياة بتغدر، فتح غين عم تغين، بتقول عمّا شو صار، ليك شو صار، بدك تنتبه، ما يعني ما قلت ما بعرف شو بدي اقول لك ماريو، لما مع هيك مع حركه الايدين، الاشخاص يلي بحياتك اوقات بيكون في الواحد بينظف حاله، خليني اقول بهالريتريت يلي عم تحكي عنها، في ناس اوقات بتكون توكسيك بحياتنا، بتكون عايش بلبنان انت توكسيك، بولوشن وين ما كان، اكل عم ناكله، الدخان، كل شيء موسخ حواليك، يعني في توكسين تنشن تبعيتك، تحضر اخبار بحد ذاته توكسيك بلبنان، يعني بتبعد كل هودا الناس وبتقرب بس الناس، يعني يلي الرايترز تبعك يلي بيشاركوك بالكتابه، الناس يلي انت بتعتبرهم هن ناسك، هن الكليك يلي بتشتغل انت وياهم، مثل هلا مثلا سيزن زيرو، هلا سيزن زيرو مثلا كثير عالم ساعدوني بالكرييشن تبعيتها، يعني مثلا اندري جدا له يد فيها، شرب السمعان،
ما بعرف اذا بتعرفوا له شربل سمعان ومارسيل غصن. يعني مارسيل غصن اجي شربل سمعان كل واحد من مدرسه مختلفه. اكزاكتلي هذا اللي عم بجمع فيه. مازن كيوان كمان ساعدني بالكوريغرافي وبال وجاك مارون صديقي كمان عم بحط التاتش تبعي. مازن هلا عنده تانجو فيستيفال كمان قريبا، ما بعرف الديت على المزبوط بس عم بيحضر. اكزاكتلي جاك مارون يلي كمان كتير ساعدني بنصايحه كيف نروتش وكيف نظبط قصص يعني عرفت انه في كذا دماغ حوالي بيساعدوني. وده هالدايفرسيتي يلي جمعهم كل واحد من باك جراوند، كل واحد بيعطيني انفلونس، بيعطيني افكاره يطلع العمل. لانه بالنهايه انت عم تخلق حقيقه من وهم. هيدا الوهم بدك تضلك تشتغل عليه وقت الواحد قاعد عم يحضر يروح بمشوار. ما هو بالنهايه المسرحيه هي مشوار، بدها تاخذك تعيش ساعتين. انت مفروض المسرح بالونين المسرح، انه اذا انت بتفوت بستيت اي بدك تحضر عمل فني، بدك تطلع ستيت بي والا ما كان عمل فني. فهذا شيء ضروري. ما لازم تفوت تحضر عمل فني وتطلع مثل ما فتت، بكون عمل في مين شيء. من هالاسماء يلي ذكرتهم ما كان في كثير هيك تقارب بالشغل وفاجئك انه ممكن يكون في كيمستري بالعمل سوا وبتكرر التجربه انت وياه بين مارسيل وبين جاك مارون وبين اودري كل واحد ومازن كل واحد عطى شيء شقفه. يعني كل واحد عطى الانبوت تبعه. اكزاكتلي. بريك اخير بحلقتنا ماريو، رح نرجع للاسرار، رح نحكي عن منحى اخر من حياه ماريو باسيل كمان يمكن مش دائما بينحكى فيه، ونختم حلقتنا. بريك اخير مشاهدينا ومنتابع مع اور ستار ماريو باسيل. تابعين مشاهدينا، نحن وياكم سهرة عمر بالقسم الأخير مع ماريو باسيل. ما حطيت لقب هلا، ستار ذا وان اند اون. ايه انا ستار، انا انجا قمر اصطناعي يعني ستار. في كثير هي في ناس عندهم هيدا عقدة الألقاب، الستار، الدكتور، ما بعرف شو هالسخافات كلها. صراحة أنا ما كان وقتها، كنت من أنا وصغير ما كان طموحي أو حلمي إنه يصير ستار. صرت بالغلط ومشيت فيها بالغلط. هالقد متصالح مع حالك ماريو، متصالح مع صداقاتك، مع اصدقائك. في ناس اوقات بيكونوا بحياتنا، ذكرت من شوي المخرج توني اهوجي اللي بوجه له كل تحيه، قد ايه مع توني هيك في علاقه خاصه وخاصه بالشغل. كنا عم نحكي عن كصديق يعني بالشغل بصير انه بتصير ماشي القصه كمان. بس هو شو المميز كصديق. شو المميز بصداقتك مع توني؟ معناتنا عزابه كبار. لا وانه في على زيت الموجة، في صحبة صارت، قضينا ايام سهر وليل وفن وقطعت ايام حلوة. يعني المخرج توني اهوجة، مساء الخير. مساء الخير سادي. بونسوار، كيفك؟ منيح، كيفك انت؟ اهلا وسهلا فيك. يعطيكم الف عافيه. اهلا وسهلا فيك. يعني لما نكون عم نحكي عن ماريو باسيل كنا عم نحكي عن الصداقة اللي بتربطكم كمان. قبل ما نفوت هيك بتفاصيل واشياء يمكن مش دائما بينحكى فيها وما بنعرفها، خبرني شو الاضافه يلي ماريو بحطها وهيك بكل تجرد بالكوميدي بلبنان. انت كيف بتقيم ماريو بالموهبه تبعه بهالكاركتر يلي ما بيشبه غيره من الكوميديانز بلبنان؟ انه مثل ما قال لك اخر اثنين عزابه ببيروت بعدهم هو اللي ضاينوا. بس الكوميديا اللي اشتغلها ماريو من وقتها لهلا درجت بكثير محلات، بس اخر شيء هو الستاند اب كوميدي. ما بعرف اذا حكيتوا فيها بالحلقه ولا لا. أكيد. يعني بلش من الصفر، يعني عامل تيستينج بكثير محلات وبلش كريشندو حتى وصلت معه للي وصلت عليه بلبنان. هيدا البارت اللي اشتغله وخليته حتى يوصل ستاند اب كوميدي ببيروت ويصير معروف كستاند اب
يعني مش مسرحيات كوميدية. نعم نعم. توني، لما نحكي عن صعيد الصداقة بينك وبين ماريو، شو الأشياء اللي ما بتحبها بماريو باسيل أو هيك بتذبذبك مثل ما بيقولوا بالعربي اللي مشبرح؟ ما في شيء، ما في شيء فيك تقول بتحب ولا ما بتحب، بس يطلع الكوميدي هيدا بوجهه بيكون في كثير اشياء، اسئله اكزيستانسيال، اسئله وجوديه. ما تطلع الكوميدي بدك تمرق بكل هول، وماريو بيمرق فيهم كثير هول. نعم مزبوط، بيقول ما بدنا سلاح وبدنا سلاح ويلا وسكس من ايديك، بس مديلون في انسان بشري بده يقطع بكثير داون حتى يوصل على هول لحظات. هيدا حقه تتوصل على هول لحظات. توني، في شيء هيك موقف دايما بتتذكروه انت وماريو صاير معكم بالسفر بالشغل ما بعرف، شي مره كنتوا شي محل هيك، في شيء موقف دايما بتتذكروه بتضحكوا عليه خبرني. موقف في مواقف، بس انه قطعنا بايام كثير حلوه وكثير اوقات بتصير معك الاشياء بتكون هول لحظات بتضلك تتذكرهم، بس ما بتذكر شيء هلا اكزاكت، بس انه سافرنا سوا على حرب تموز. خبرني عن سفره حرب تموز. واحده منهم هول، انه كنا مسافرين على بلد باوروبا، فقررنا نطلع نعمل فيلو نعمل بسكليت، فصار معنا اكسيدان، كنا رايحين تنجزر على البسكليتات، صار معه اكسيدان وقع على البسكليت، قعدنا نركض، وكان بوقتها هذا الشهر ما في شيء فاتح يعني فاكونس هونيك، قعدنا نركض حتى نحل المشكله. كسرت ايدك دخلك يا ماريو بوقتها ولا شو؟ اسمع مش واضح مش قال. عم تسمعوني؟ توني بعدك معنا؟ ايه قطع الصوت، بس بدي عزبك تعيد اخر شيء لانه قطع الصوت. ايه وين قطع؟ بس حتى اعرف وين بدي قطع الصوت. لما قلت لنا انه صار معه حادث وكان كل شيء مسكر، شو صار؟ كنا رايحين على اساس فاكونس ونعمل بسكليت على البحر، كنا بمنطقه على البحر باوروبا. فنحن ورايحين عم نعمل هذا المشوار، اكسيدون بسيط على البسكليت، بس هيدا ما كان بسيط لانه كسر ايده. بتصور ماريو مزبوط كسرت ايدك ماريو ولا شو وقتها؟ بلا كسرت ايدي وقتها، كسرت المتل، كسرت المتل سي فاشيل كوم كوندوير اون بيسيكليت. انا ومن وقتها ما عاد عمل بسكليت لليوم. مزبوط، من 12 سنة صح؟ صار في فوبي على البيسيكلات من وقتها. وبعدني بقول له قوم يلا مشي، لازم نغيرها وطوما. فمن يومتها بعده مصر على الموضوع. خاف مصر. توني، أنا بدي أشكر مداخلتك، دايما بنطلع لكل الشغل يلي بتعمله وبنشتاق لك لما ما بتكون موجود، لأنك إضافة لتلفزيون بلبنان ولشغلك بالإخراج. شكرا لهالمداخلة توني أهواجي. ثانك يو شادي، يعطيكم العافية. مرسي حبيبي، شكرا كلك زو. ثانك يو أنتون. هيدا توني، هيدي الصداقة يلي هيك مش كتار الناس اللي بيكونوا مثل توني بحياتنا. قدي في صداقات بتستمر وفي صداقات بتكون مرحلية ماريو؟ ايه، او شو بتسميها اذا مش مرحلية؟ في ناس بتمرق لا يعني ليك، هلا في صداقات مش مرحليه يعني اجماع. وقت الواحد بيكون اعزب، صاحبه مع حدا اعزب، بيتجوز الشخص الثاني اوتوماتيكلي العلاقه بتتغير. ايه العلاقه بتتغير شوي، بس هون بعد في الكومن هون. ايه بعد مع الزبه اللي بخلي القصص سبايسي اكثر. خليني اقول بعلاقتكم ماريو، طالما ذكرت السفر، وين كانت اخر سفره كنت باتينا؟ باتينا والجزر تبعتين. وين رحت؟ على اي رحت؟ على سبيتسز وعلى هايجينا. هايجينا واتين، ومرقنا بايدرا من 4-5 ايام. وين عبالك تروح ديستنيشن بعد مش رايح لها؟ في كتير ديستنيشن، عبالي اروح على اليابان. ليه اليابان؟ عبالي اروح على براغ،
خي بحب روح على بلد وحس انه بيقولوا اليابان كأنك بغير كوكب مش بغير بلد. عبيد روح على البرازيل، رحت على البيرو بس ما رحت على البرازيل. لازم تروح بجانوري على الكرنفال. ايه حلو اكيد واحد حلو. عبيد روح على المكسيك، عبيد روح هلا رايح على روسيا قريبا، موسكو كمان. اي متى رايح على روسيا؟ على كيو كيف. رايح بريك على روسيا فاكونس. ايه متى؟ بعد شي جمعة ونص جمعتين يمكن. ضو غمزلنا لحتى ننتقل للفقرة الأخيرة لنشوف الصحافة كمان يلي عندها محطة معنا ببرنامجنا. شو عندها تقول؟ تفضل ماريو. هلا هي عم بتشوفني ولا بس على التليفون؟ بس على التليفون عم تسمعني. مع هي النظرة السيريوز فجأة ما بعرف ليه. الفقرة الأخيرة ماريو مع الصحافة. بدي أقول مساء الخير للصحفية فابيان عون. فابيان مساء الخير. مساء الخير شادي، مساء الخير ماريو. أهلا وسهلا فيك فابيان. مثل العادة بختام سهرة عمر بيكون عنا محطة مع سؤالين للصحافة، ومشكورة دائما على المتابعة على كل حال من موقع فوشيا ولألك شخصيا كمان. يلا اول سؤال تطرحيه على ماريو تفضلي. انا اول سؤال اللي بدي اطرحه على ماريو انه العالم بس شفته عمل مسرحيه وان انجري مان توقعت انه ماريو بده ياخذ غير ستيل مسرحيات، فانا سؤالي انه انت حسيت من بعد هيدي التجربه انه العالم ما بتحس اشياء بتحب انه الاشياء الثقافيه او شيء، بتحب الاشياء اللي خاصه بالحياه والجنسيه اكثر، تنبسط فيها اكثر، بتروح لتحضرها اكثر من الاشياء الستيل تبع الوان انجيمان؟ مش القصص انه الجنسيه، العالم بلبنان حسيت ما كثير بيشتهويهم انه الثقافه ويفوتوا بحالهم ويحللوا، يعني بدهم اكثر انترتينمنت من انه يحضروا مزبوط انه فن. يعني باوروبا او بامريكا عندهم وقت لانه حياتهم مثل مونوتون، بحبوا يفوتوا يكتشفوا حالهم. بلبنان ما عندنا مجال نكتشف حالنا، بدنا نخلص بقصصنا، بدنا انترتينمنت. فمن شان هيك حسيت انه لبنان ما خرجوا كثير. وان انجري مان بده مور ذان وان انجري مان. سؤال اخر فابيان تفضل. ماريو السؤال الثاني لك. ماريوكا، شخصيه ماريوكا بنحسك انت كثير ممسك فيها، شو السبب؟ معقوله لانه بنحس انه بالوسط الفني او بالحياه الاجتماعيه صار في كثير ماريوكا، مش هيك انت بتحس انه انت عم تعكس شيء موجود؟ هو ايه خلقت لانه خلقت كاركتير ماريوكا لانه موجود وحبوه العالم وهين انه مثله وبيلبق له نكت وحصان رابح. يعني انا فكرت كذا مره انه انا مسرحيه ما حد فيها ماريوكا، كله بيقول لي لا لا بدنا ماريوكا ماريوكا. طيب يا اخي بدكم ماريوكا خذوا ماريوكا، ويلا. شكرا لك الصحفيه فابيان عون. شادي بعد بدي اسال سؤال اخير. يس yes. بعرف انه كثير تعديت وقتي بس انا بدي اسال ماريو. بدي اسالك بس سؤال، انت ليش مغبون على الساحه؟ بنشوف انه انت كله مجهود شخصي، ما في دعم لماريو باسيل وما في حقوق عم تنعطى لماريو قد ما هو بيستاهل وبيستحق. لانه ما عندنا انفراستركتور بالبلد، ما عندنا وعي كافي لدعم الفن مزبوط. انه نحن هون بلبنان في كثير فنانين كل واحد على مواله، ما يعني ما في مثل بفرنسا ولا اوروبا ولا بامريكا بيحضنوا، مش موجود. يعني الواحد هو بده يحارب بحاله. للاسف فابيان شكرا. فابيان شكرا لمداخلتك، منقدر دائما متابعتك كمان وبتمنى لك ليله حلوه. شكرا لك فابيان عون، اهلا وسهلا. هيدا فابيان، ومع منوصل لختام سهرتنا ماريو. شكرا لانه تحملتنا من فقره للثانيه. شكرا لهالحلقه، شكرا لوقتك. موفق بكوميدي نايت سيزون زيرو، وي كانت ويت لحتى نحضر ونستمتع. في مطرح بقول فيه بالمسرحيه هيدي سيزون زيرو انه بدي احط خط احمر لكل الفلتين والعهر، خلص
بدي كمل مسيرة الكبار يلي عملوا أكبر نهضة فنية بالشرق. وين أبو الطيب المتنبي مع عبد المجيد مجذوب؟ وين من يوم ليوم مع أنطوان كرباج وهدى؟ وين أربع مجانين وبس؟ وين شوشو والمشوار الطويل؟ وين طيبة أبو ملحم؟ وينك يا أبو ملحم؟ هيدا هيك بارت بس لأنه بتلفزيون لبنان. مرسي لك ماريو باسيل، شرفتنا بهالحلقة. إن شاء الله دايماً بكل عمل بتعمله بتكون دائما هيك عم تنقلنا وعم بتكون ابجريد مثل ما دائما عودتنا، وهيدي اللفته لا تلفزيون لبنان يلي بيستحق انه دائما نطلع له للافضل وللافضل. لانه تلفزيون لبنان كان مناره الشرق، وهذا شيء بحزنني انا انه ما بقى لبنان مناره الشرق. إن شاء الله بيرجع كل لبنان منارة الشرق. شكراً ماريو باسيل لوجودك معنا بهالحلقة. كلمة أخيرة هيك بتكتب لنا إياها على ليفردور بختام سهرتنا. مشاهدينا أنا بدي أشكر متابعتكم، اللقاء بيتجدد الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.